جمعت بينهما ظروف استثنائية وثبتت خطاهما محطات تاريخية كانت مفتاحاً حامياً لعلاقة الجيرة ثم الأخوة بينهما. إنها الجزائر البيضاء وتونس الخضراء، بألوان رايتهما تصديتا لقدر محتوم ضد مستعمر جائر، فشل رغم قوته في التفريق شمل الجارتين بحجة حق ملاحقة ومتابعة وحدات جيش التحرير الوطني بالأراضي التونسية. فكانت ساقية سيدي يوسف، المكان الذي لا يزال التاريخ يروي مشاهده البطولية بكلمة موحدة مختلطة بدماء ثائرة لا تقبل المساس بكرامة وعزة شعب يرفض الاضطهاد، مشتركة في موروث ثقافي وبعد حضاري مميز بين بلدان شمال إفريقيا. فزالت على إثرها الحواجز والحدود التي لم تفصل يوماً بين الشعبين الشقيقين، حيث تأصل بينهما وثاق القرابة. ولعل بروز بعض العادات الأصيلة والفنون بمختلف أساليبها وفروعها هي بمثابة القاسم المشترك بين الثقافتين، ليصبحت اللحن والكلمة الشعبية التونسية ومثيلتها في الصحراء الجزائري من الجهة الشرقية مثلاً ملتقى مفضل لعمالقة الفن الأصيل في حوار شيق تطبعه الكلمة الهادفة والألحان الراقية. هي إذن فرصة للتواصل الدائم بين الجزائر وشارتها تونس بتوظيفها المحكم لتراث مادي ولا مادي لتسويق أفضل وأنجع للصورة الجميلة للبلدين.